السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. ويسعدني ويشرفني أنا شروق محمد سعد بحضوركم للحفل الغنائي والشعري لفرقة مسرح العاليين بجامعة الإسكندرية والذي يقام لصالح مرضى السرطان بمستشفى أيادي المستقبل. يحيي الحفل كوكبة من نجوم الشعر والغناء بالإسكندرية. فتلتقون في أولى فقرات الحفل مع فقرة غنائية بقيادة المايسترو محمد أبو عوف، والآن مع كلمة لممثلي مستشفى أيادي المستقبل. أنا عارفة إن أنتم معظمكم ما يعرفش حاجة عن أيادي المستقبل، بس أنا عايزة الأول أشكر فريق العمل ونجوم حفل النهاردة اللي تعبوا الفترة اللي فاتت، وبشكر السادة الحضور اللي شرفونا وساهموا معانا علشان يكونوا على المرضى السرطان. مستشفى أيادي المستقبل كانت فكرة أحد رجال الأعمال، كان والده توفى بالمرض ده وشاف قد إيه المعاناة اللي بيعانيها المريض، ففكر إن هو يعمل مستشفى تعالج مرضى الأورام بالمجان لغير القادرين، وفعلا اتقدم للمحافظة وقالوا لازم ينشئوا جمعية اللي هي جمعية أيادي المستقبل، ومن بعدها تم إنشاء المستشفى كله بالتبرعات. المستشفى بداية التشغيل كانت 2006، أول حالة استقبلناها كانت 2006. حاليا احنا بنستقبل اكتر من 10,000 حالة في الشهر من اسكندرية وكل المحافظات اللي حوالينا وجميع الاعمار. لو عندكم اي يعني احنا عندنا الحمد لله 4 أجهزة علاج اشعاعي من اصل 5 بيعالجوا بالمجان على مستوى اسكندرية، من ضمنهم جهازين قيمة الجهاز الواحد 12 مليون جنيه، كل الاجهزة جت برضه عن طريق التبرعات. في الجهاز واحد طبعا في الميري اللي هو بيعالج بالمجان، واربعة عندنا غرف كيماوي. الحمد لله عملنا برضو ملحق تاني مستشفى للإقامة، ما كانش عندنا إقامة على مدار السنين اللي فاتت، بقالنا 2 بس في إقامة للمرضى بالذات المغتربين اللي جايين من أماكن بعيدة، احنا بتجيلنا حالات من أسوان كمان. طبعا لو أي حد عنده أي استفسار عن المستشفى احنا موجودين هنا جنب البانر، اللي حابب يتبرع أو يسأل أي استفسار عن المستشفى احنا موجودين معاكم لآخر الحلقة، وشكرا لكم جميعا. والآن مع فقرة غنائية بقيادة المايسترو محمد أبو عوف، وقت ممتع إن شاء الله.
الحب معاك معاك وتعب وتعب الشوق وياك 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 ما تفوتنيش أنا وحدي
ابعتلي جواب، ابعتلي
وجود شمس الغروب يكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب اليأس ضعف وخوف جمال لكن الأمل يفتح بباب يتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب تصحف قلوبنا العظيمة مصر. لأنك عظيمة لأنك عظيمة قدرتي تصحي في قلوبنا العزيمة محيتي في لحظة محيتي في لحظة الشعور بالهزيمة زرعت الإرادة في أرض الميدان جميلة لقيت جميلة عملنا حاجة كانت مستحيلة
قالولك شباب، قالولك شباب ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفتي I'm gonna make it.
قوية في اتكاعي كسر فيا
حساس بالاحمر
ياما بابات باكي تسقيني كاس المرار وبرضو بهواكي بلدي ومالي انلمتي ولو ظلمتيني مقبولة منك جراح قلبي ودموع عيني ويشفى الجرح إذا بإيدك لمستيني كلك حلاوة وكلمة مصر أحلاك هقول قصيدة بعنوان حبيبي يا رسول الله من كلمات بابايا الشاعر سعد إسماعيل يا حبيبي يا حبيبي يلي اسمك في السماء نور على نور يا نبينا يلي بميلادك ربيع اتفتحت فيه الزهور جيت وحامل الرسالة والأمانة واصطفاك رب عالم بالأمور يا حبيبي يلي اسمك في السماء نور على نور قالوا عنك في صباك صادق الوعد الأمين يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين جيت تعلم للوجود يعني ايه دنيا ودين واما علم المشركين زادوا في الإيذاء لشخصك يا نبينا أرسل المولى بوحيه انت والصديق تهجروا للمدينة معجزات معجزات في الرحلة كانت من إله كن فيكون لما رميت التراب فوق رؤوس المشركين فأغشيناهم فهم لا يبصرون عشش الحمام مطار وانت والصديق في غار ونفج العنكبوت خيوطه والشجر أفضل ستار معجزات يا نبينا بدلت الخراب عمار خلت الكفار في حيلة ورفعت راية الانتصار كانت الرحلة عناء وكانت الغربة شقاء وفي طريقك أسست أول مسجد في قباء واستقبلوك أهل المدينة والفرح ذاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بالتضامن مع مرضى السرطان هقول قصيدة على السن وبقول إن شاء الله ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض القصيدة بعنوان لينا رب من كلمات بابايا الشاعر سعد إسماعيل لينا رب بنحمده هو الوسيلة والمراد راضيين بقدره وحكمته اللهم لا اعتراض بس برضو احنا بنت
بتنور سمانا، كونوا بعد الله معانا، صابرين ورحمته ما انتهتش. جيب تطبطب ايد تراعي، رحت هون والرب راعي، ده المجيب لكل داعي، غيره ربي ما دعتش. ده الامل في عيوننا يرسم، فجر بكره يوم جديد، والربيع بهواه ينسم، يبدل الاحزان بالعيد. كونوا لينا حضن دافي، ترحل الاوجاع بعيد، مؤمنين والرب شافي، ربي فرجه جاي اكيد. يا اله الكون رضاك، يا اله الكون رضاك، جل شأنك في علاك، يا رسول الله حبيبي، ربي من كرم مصطفى، كن شفعنا كن حمينا، كل شؤنا وامانينا، نسكن الجنه معاك. شكرا. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.